مساء الخير عليكم كلكم، معاكم عبد الله محمد اسماعيل احمد الرابع على الجمهوريه علم رياضه من محافظه الاسكندريه مدرسه محمد زهران الرسميه الثانويه بنين. في البدايه حابب بس الاول ابارك لكل زمايلي من اوائل اسكندريه، من اوائل اسكندريه الاول واوائل الجمهوريه. سواء انت طلعت من اوائل الجمهوريه او مش من اوائل الجمهوريه، انت لازم تفخر بنفسك لان انت في دفعه زي ما بيقولوا دفعه استثنائيه. نظام جديد لسه بيتطبق علينا لاول مره، انت ما كنتش متعود عليه، بقالك 6 سنين في نظام تقييم معين، وبعدين انت تحول مره واحده لنظام وقرارات وبابل شيت وكل ده، فانت لازم تبقى فخور بنفسك. اول حاجه يعني لحظه يوم النتيجه ده، انا صاحي قبل المؤتمر الصحفي ب4 ساعات تقريبا، كان اطول 4 ساعات في حياتي. توتر وقلق، انا عملت اللي عليا لكن انا خايف، ان انت نوعا ما برضو ده نتيجة ثانوية عامة، وبعدها هتحدد كليتك، انت هتحدد بعد كده انت هتشتغل ايه لمدة بعيد حياتك تقريبا. هو اي نعم الثانوية العامة مش نهاية المشوار، وانت اكيد مش الشهادة بتاعتك دي مش اخر حاجة، انت ممكن تتخصص في الشهادة وتشتغل في شهادة تانية او تشتغل بمجال تاني، لكن برضو انت بتبقى خايف نتيجة ثانوية عامة وكده. اول ما المؤتمر الصحفي بدا نسبه 74% النجاح، طبعا نسبه نوعا ما معقوله بالنسبه لاول سنه انت بيطبق عليك نظام جديد. اول ما صفحه الاوائل نزلت انا ما كنتش مصدق نفسي بصراحه، اللي هو انا بشتغل عليها طول السنه وعايز اطلع من اوائل الجمهوريه، لكن برضو انت مش مصدق نفسك. اول ربع ساعه بعدها انا قاعد بصوت او مش حاسس انا بعمل ايه، الله اكبر الحمد لله. من بدايه بعدها بربع ساعه بقى بدات تخيل انا عملت انجاز ان انت طلعت من اوائل الجمهوريه. نصيحه حابب اقدمها للدفعات اللي جايه، ما تاجلش حاجه، اول باول لازم تكون مخلص اللي عليك. اول ما تاخد درس تخلص وتعمل الواجب بتاعك وتحل عليه، ما تستناش حاجه للظروف. تاني حاجه، انت قسم مجهودك على السنه كلها، السنه كلها تقريبا 12 شهر او اقل. ما ينفعش تقول انا هريح في الاول واشد في الاخر، لا، هي السنه كلها ما ينفعش تخسرها في كام شهر في الاخر. في نفس الوقت ما تشدش في الاول عشان ما تتعبش في الاخر. وزع مجهودك على السنه كلها. انا عن نفسي بحب اقسمها ثلاثات. اول 4 شهور انت فتره انت بتجرب المدرسين، انت لسه بتتعرف على المنهج كده. الفتره دي هي اللي مسموح لك فيها تغير من المدرس للتاني. الفتره اللي بعدها ال4 شهور الجايين انت خلاص دخلت في المنهج، انت خلاص تقريبا اول باب او تاني باب من اي ماده. انت بقى ساعتها بتكون متعودت على نظام المذاكره بتاعك، انت بقى خلاص حددت انت بتذاكر عدد الساعات قد ايه، اللي انت محتاجه في كل ماده وكده. اخر 4 شهور هي فتره الاعداد للامتحان، انا بالنسبه لي كانت اهم فتره بصراحه، لان انت الشكوى الجامعيه من الطلاب كانت الوقت، فانت الفتره دي انت بتظبط وقتك مع الامتحان. انت مثلا عرفت ان الامتحان بتاعك 25 سؤال، فانت هتحط لكل سؤال وقت معين، عديته تخش على اللي بعده. نصيحه كمان احب اقدمها للدفعه اللي بعدنا، حاول تجمع النوتس بتاعتك او الملاحظات بتاعتك في كراسه واحده لكل ماده. الحاجات اللي انت غلطت فيها في اول السنه، الاسئله الصعبه، الافكار اللي ممكن تقف معاك وتحتاجها في اخر السنه. بس وحابب اشكر كل الساده المدرسين، حابب اشكر اهلي والدي ووالدتي بصراحه، لان هم كان ليهم دور كبير في الانجاز اللي انا وصلت له ده. وشكرا لحضرتك.